اعتقد يعني مفيش اوضح من الرساله دي. دي ناس بتضحي بنفسها عشان احنا نعيش، ما يبقاش هو بيكافح وبياكل التراب وبيموت ويعني بيصاب اصابات ممكن تكون يعني، وانت قاعد في استوديو زي اللي انا قاعد فيه ده وانت عمال تفتي وعمال تقول يعني. فعشان كده لا اهانه لهؤلاء، ولا ينبغي انك تقول اصل حريه راي وتعبير. لا، حريه الراي والتعبير في كل مكان في الدنيا منضبطه ولها ضوابط ترتبط بالمصلحه العليا للبلاد. الرساله الاخيره لها علاقه ببناء الجوامع والكنائس باعتبارها من اساسيات اي مدينه جديده. برضو كلام محترم، حضراتكم اسمعوه وشوفوا كيف تفكر القياده المصريه.